بدأ اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. احنا عاملين لقاء دون، اللقاء دون في ظل الظروف الصعبه والقلق والتوتر وزياده حالات الكورونا اللي بقت موجوده حوالينا في كل مكان. لقينا ان في واجب علينا يكون بيتقدم، مش بس ان احنا بنقدم لكم كلام روحي ونفسي، انما كمان يكون كلام علمي. بس في صوت عندكم يا دكتور، اظن في حد بيعمل صوت، فلو سمحت الصوت، او عند عمرو، ف عمرو لو سمحت المايك. فلقينا ان هناك دور لابد ان احنا نقدمه تجاهكم. الدور دون يتلخص في ان احنا عايزين نقدم لكم النهارده حاجه علميه قوي ومفيده قوي وكلام اظن ان انتم هتحتاجوا تكتبوه. لقينا ان احنا عايزين نقول لكم نقط محدده لتقويه المناعه، سواء المناعه الطبيه والجسديه او المناعه النفسيه. يمكن انا ممكن اتكلم في المناعه النفسيه وازاي تقوي نفسك روحيا من الداخل، لكن احتراما للعلم كان لازم يكون معانا حد يكلمنا في تقويه المناعه من الناحيه الطبيه والعلميه، علشان ما نفتيش وعشان نرجع للمتخصصين. عشان كده عملنا زوم لايف النهارده مع الدكتور احمد شكري. ازيك دكتور احمد؟ اهلا وسهلا دكتورنا، اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بك دكتور. الدكتور احمد شكر اخصائي امراض بطنه وحميات، ومن اوائل الناس اللي عالجوا الكورونا في مصر، ويمكن من انشط الدكاتره اللي ممكن تلاقيهم على السوشيال ميديا بيقدموا خدمات تطوعيه بدون اي مقابل علشان يساعدوا الناس، واستشارات استشارات استشارات. وانا اصلا ما كنتش اعرف الدكتور احمد، انا عرفته من السوشيال ميديا انه وانا بدور على حد يساعدني انا شخصيا انا واهل بيتي، فعرفته منها وهو بيتكلم على السوشيال ميديا وبيحكي عن نعمل ايه. من هنا كان اللقاء بتاعنا، اللقاء بتاعنا عبارة عن كيف تقوي مناعتك، كيف تقوي مناعتك بنقط، نقط محددة. اعتقد تجيب ورقة وقلم او تسمعوا الفيديو ده ثاني علشان هيساعدكم كتير. انا هقول نقطة لها علاقة بالتقوية النفسية، دكتور احمد هيقول نقطه لها علاقه بالتقويه المناعه من الناحيه الطبيه والصحيه والجسديه. تعالوا نبدا، وكل واحد فينا يقول نقطه بسرعه. انا ابدا واقول اول نقطه، عايز تقوي مناعتك الجسديه، خلي بالك الانسان بيكون واقع بين ضغطين، بين ضغط اسمه الام الماضي وبين ضغط اسمه مخاوف المستقبل. آلام الماضي كلنا بنقول يا ترى مين حصل له ايه في الكورونا الاسبوع اللي فات واللي قبل اللي فات ومن اول ما ابتدت وايه اللي بيحصل في انجلترا، آلام الماضي. ومخاوف المستقبل، يا ترى هيحصل لنا ايه، يا ترى احنا رايحين فين، يا ترى. وما بين الضغطين دول يفقد الانسان قوه الحاضر والعيش باللحظه، ويفقد تذوق الحاضر، ويبقى عايش في قلق مستمر بين ضغطين، هيمنه الماضي ومخاوف المستقبل، والاثنين بيضغطوا عليه. انا عندي فكره حلوه جدا لتقويه مناعتك النفسيه، والله ودي فكره روحيه لكن لها علاقه بعلم النفس، كثره ذكر الله. ليه كثره ذكر الله؟ لان كثره ذكر الله يقوي شعورك انك مع الله وحده في الحاضر، فيجعلك تضغط الماضي وتزقه، وتضغط الخوف من المستقبل وتبعده، فتزق الاثنين بعيد عنك، فتعيش الحاضر في لحظه جميله تخرج فيها من كل مخاوف الحياه، وتتصل بقالب الكون، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا، يعني هو اللي متولي امرنا. شعورك ان ربنا متولي امرك بكثره الذكر هيقلل المخاوف وهيقوي مناعتك النفسية. النقطة عند الدكتور أحمد شكر. أول نقطة بالنسبة لي هقول لكم، اعتبروا الكورونا دور برد عادي جدا، اعمل وقايتك، البس كمامتك، اعمل تباعد اجتماعي من 80 سنتي ل 150 سنتي، قوي نفسك، حاول ما تضطربش، حاول ما تتخضش، حاول تقبل أي موضوع سواء خير أو شر تعرفه اللي هو خير بالنسبة لك. بالنسبة لنا كطب، أما تضطرب أو يحصل لك اضطراب، هرمون الكورتيزون بيعلى وبالتالي مناعتك بتقل. لا، كل ما تتقبل وكل ما تتقبل المرض وتعتبره دور برد عادي، كل ده ما هيبقى طريقك للشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. انصح باستخدام فيتامينات A وC وD وفيتامين وعنصر الزنك، ده موجودين في الاكل وهنوضحه قدام. النقطه معاك يا دكتور عمرو خالد.
النقطة الثانية اللي ممكن تساعدك نفسياً وروحياً إنك تكون قوي في هذا الوقت التوقيت الصعب هو كلمة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها حسن الظن بالله. حسن ظنك في ربنا، أنت ظنك في ربنا هيعمل فيك إيه؟ ظنك في ربنا إيه؟ اللي سترك في الماضي يسترك في اللي جاي، واللي أواك في الماضي يقويك في اللي جاي، واللي أعانك في الماضي يعينك في اللي جاي. وإحنا لسه طالعين من رمضان، الفكرة كلها أنت شايف ربنا إزاي؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. ظنك في ربنا إيه؟ هتبهدل ومش هيستجيب دعائي اللي دعيته في رمضان إنه يحصلني من هذا الوباء، ومش هيحصل. ظنك في ربنا إيه؟ هيسترني ويكرمني ويحفظني أنا وعيالي، هيحصل. قوي حسن ظنك في ربنا تقوى مناعتك الداخلية. النقطة مع الدكتور أحمد شكر. تكملة ليك عند عد حسن ظني دي ظن عبدي كان حالته خطرة، كانوا عندهم يقين ان الشفاء من ربنا الحمد لله شفوا بطريقة سريعة. ما تخافش لو اصبت بكورونا، المرض عمره ما كان عيب وعمره ما كان سبة وعمره ما كان عار. اول ما بتبدأ بأي اعراض كحة، رشح، ارتفاع طفيف، حتى لو ارتفاع طفيف درجة الحرارة، عندك احتقان في الصدر، اي حاجة حاولوا انك تراجعوا الطبيب. روح اعمل تحليل سي بي سي، اعمل تحليل سي ار بي، حسيت بخنقة روح اعمل شست سي تي شست، اعمل اشعة مقطع الصدر، راجع طبيبك، تداوى عباد الله، ما تخافش ولا تتكسف. التشخيص السريع سبيل للشفاء بنسبة 100%، ولازم تكون متيقن ان الشفاء من ايد الطبيب بالله سبحانه وتعالى. النقطة معك دكتور عمرو. النقطة اللي بعد كده نقطة لها علاقة بالنفسية لكن لها علاقة بالجسد كمان. العب رياضة، مارس رياضة. بيتك كبير بيتك صغير، عندك مكان تلعب في رياضة ما عندكش مكان تلعب في رياضة، أي مكان صغير الرياضة بتهون كتير على نفسية الإنسان وبتقوي كتير نفسية الإنسان. أنا قلت لك من شوية أذكر الله، وقلت لك من شوية حسن ظنك بالله، لكن كمان أنا عايزك تطلع الكبت وتطلع الطاقة الداخلية. أيوة في كبت، لأن إحنا قاعدين في البيت بقالنا مدة طويلة، إيه المانع إنك تاخد تلعب شوية تمارين رياضية في البيت؟ ما تعرفش تلعب تمارين رياضية، ادخل على النت وطلع أي برنامج لمدرب بيدرب على تمارين رياضية وتدرب عليها. شعورك إنك بتلعب رياضة بيزيل عنك كم كبير من الهموم فيقوي ذاتك من الداخل. النقطة معاك يا دكتور أحمد. طبعا تكمل النقطة الدكتور عام، أكلك سر صحتك، أنت ما تأكل، أكلك هو اللي هيحارب الكورونا، أكلك هو اللي هيقتل الكورونا. أكلك وكل ما هتاكل الأكل الصحيح هو اللي هيديك مناعة قوية تقدر تتصدى للعدو، لأن الجيش بتاعتنا هو الجيش بتاعنا هو المناعة، واللي بيقوي مناعتنا هو الأكل. طريقة أكلك هي اللي تحدد كده. ابعد عن الألوان الصناعية، ابعد عن الأكل الضار، ابعد عن الجنك فود، كل مكسرات، كل بيض، كل بروتين، كل عصائر طبيعية، كل خضار ملون، اشرب مية كتير، اشرب عصاير، استخدم الطبيعة في مقاتلة الأمراض ومحاربة الفيروسات. عندك زيت نعناع، عندك زيت قرنفل، عندك زيت الريحان، استنشاء الأبخرة دي قاتلة الفيروسات الجهاز التنفسي، وفي نفس الوقت مع البروتوكول المصري للعلاج بيجيب نتائج هائلة جدا. النقطة مع الدكتور عمد. النقطة النفسية اللي بعد كده اللي أنا عايز أقولها لكم وهي نقطة عجيبة جدا جدا جدا. إيه هي؟ نقطة مستمدة من سورة العصر. سورة العصر، أيوة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بص الحتة الأخيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ما تنشر في المجتمع روح الأمل، كل ما تنشر بين الناس إن شاء الله هتعدي وإن شاء الله هنبقى كويسين، بدل ما تنشر إشاعات أو تنشر حاجات محبطة، انشر حاجات ترفع الأمل، أنت مناعتك تزيد. إزاي الكلام ده؟ الكلام ده مثبت علمياً في الصحة النفسية، إن كل ما الإنسان يكون قادر على نشر الأمل والخير هو نفسه بيستفيد. زي اللي بيكلم الناس في حب ربنا هو بيزداد حباً، زي اللي بيكلم الناس في فكرة معينة هو بيزداد قناعة بيها. كذلك اللي حينشر روح الأمل بين الناس، خلي الناس تتفائل، خلي الناس تطمئن إلى الله، خلي الناس تثق في الله إن ربنا مش هيضيعنا ومش هيسيبنا. كل ده هينعكس على ذاتك،
ان انت هتكون اكثرهم املا واكثرهم يقينا واكثرهم طمأنينة، فزود مناعتك بانك بتزود مناعة الناس، وصورة العصر هي الدليل، ويبقى مجتمعنا وبلدنا والناس من حوالينا كلهم انت السبب في انك تخليهم اكثر طمأنينة فتزداد انت طمأنينة. النقطة الاخيرة معاك يا دكتور احمد، حقيقة المتوفين من كورونا. انا دايما عندي يعني اعتراض عن المتوفين بالكورونا. الكورونا مظلومة، الانسان خوفه وهلعه وزعره هو اللي بيقتله. طبعا الكشف المبكر للمرض زي ما قلت لكم محدش يتكسف هيمنع الوفاة. ثانيا الارقام المسجلة في المتوفين اللي انت تسمعوا عنهم في المتوفين من كورونا، هم دولك بيبقوا امراض، اولا بيبقى ناس عندها فيروس لود عالي، ناس انكرت العلاج ولم تاخذ العلاج. ثاني حاجة الناس اصحاب الامراض المزمنة اللي هم اصلا يمكن يكونوا سبب الوفاة بنسبة 95% مش من كورونا، وده بيحصل في اي وقت. ثالث حاجة الرعب والناس الشياطين الابليسية اللي عايزين يشر الرعب بالناس. طبعا مجرد ما يسمع دكتور احمد القلب وكل حاجة في أجهزة الجسم بتتدمر. فطبعا يا جماعة أولا دكتور أحمد، الصوت راح من الدكتور أحمد، حضرتك سمعني كويس؟ أنا الصوت راح من عندك خالص دكتور أحمد. عايز أكمل معاكم لغاية ما يكون معنا دكتور أحمد تاني، وأقول النقطة الأخيرة النفسية، سلم أمرك لله، سلم الأمر لله، سيب نفسك لربنا، أنا معاك يا رب. يعني في الآخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صحيح عمالين ناخد بالنا من نفسنا، صحيح عمالين ناخد بالنا. سمعني يا دكتور؟ أنا رجعت معلش، أنا آسف نقصف عشان النت ببطء النت معلش. هديك آخر هرجع لك حالا يا دكتور. فالنقطة الأخيرة هي التسليم لله، أنا معاك يا رب. التسليم لله بيهدي النفس، بيشيل الضغط اللي عليك. التسليم لله معناه أنا متوكل عليك وأنا مفوض أمري ليك، ومش هيصيبني حاجة إلا بإذنك، لكن أنا باذل كل جهدي وأنا واخد احترازاتي. محدش يسمع من كلامي إن التسليم لله معناه ما تعملش حاجة خالص وسيب نفسك كده، لا 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 لا، ده ربنا هو اللي أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن أنا متوكل عليك ومسلم أمري لله. تهدأ تهدأ نفسيا. ليك يا دكتور أحمد، حضرتك قول النقطة اللي حضرتك كنت بتقولها وزود عليها نقطة كمان. طيب حقيقة المتوفين من كورونا زي ما أنا قلت، الكورونا دايما بقول اللي هي مظلومة. ليه بقى يا جماعة؟ لأن في حاجتين، ناس أصحاب أمراض مزمنة يعني يمكن الوفاة بنسبة 95%، سبب آخر من أجهزة من أجهزة الجسم، خلل في الكلى، خلل في القلب، خلل في الجهاز التنفسي آخر ليس له علاقة بالكورونا. ثانيا الناس اللي هي بتصاب بالرعب وبالذعر الشديد بسبب الشياطين الإبليسية اللي هم بينشروا أدوات الرعب والتهويل والذعر. بالعكس التقبلك للمرض هو أصلا سر شفائك، اطمئنانك هو سر شفائك. كورونا مظلوم يا جماعة. أولا وقاكم الله شر الأمراض والأسقام، اطمنوا، لازم يكون عندك حسن ظن بالله، لازم تستشير طبيبك. المرض مش عيب، ما تخبيش نفسك ولا عار. إيه يعني ما يكون عندنا كورونا؟ ما المرض ما بقاش بعيد عن حد، وبالعكس أنا شايف اليومين دول برغم انتشاره إلا إن شراسته قلت، والحمد لله الدكاترة المصريين عندهم كفاءة عالية جدا في التعامل مع هذا المرض وأثبتوا ذلك، والكل أصبح لديه دراية، ودايما مراجعه المتخصص في الحميات او صدر او دكتور رعايه هيعرف يتصرف معاك كويس. كلما اكتشفنا المرض مبكرا كلما سرعت نسبه الشفاء. في ناس شفتها شوفيه من اول يوم بالاعراض، في ناس خدوا 4 ساعات بس شفاء، في ناس طولت معاهم، في ناس دخلوا في انحدار بسبب النفسيه، وفي ناس اصحاب امراض مزمنه ولله الحمد تم شفائهم وكتير جدا. في ناس استخدموا حاجات طبيعيه وشفيوا ورفضوا العلاج وقالوا لا احنا نشفيه بالحاجات الطبيعيه، وشفنا كتير. ربنا بيثبت ان مفيش، الشفاء ليس بيد الطبيب، الشفاء بيده هو سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك حسن ظن بالله، وان شاء الله دي غمه وهتنزاح. انا دايما اقول 3 نصايح، كل كويس، اطمن، نام كويس، هتعيش حياه سعيده، هتعيش حياه خاليه من الامراض. خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، هو اللي هيحمينا كلنا وهو القادر على حمايتنا وهو القادر على ازاحه.
كلام جميل يا دكتور احمد، وكلام محدد وواضح وزي الفل، وجمعت في الاخر كل الحاجات الرائعه اللي احنا قلناها. خليني اقول لكم قوي مناعتك، دي كانت الرساله النهارده، قوي مناعتك الطبيه بالكلام اللي قاله الدكتور احمد، قوي مناعتك النفسيه بحسن الظن بالله، بكثره ذكر الله، بالتخلص من مخاوف المستقبل، اهدى، سلم امرك لله، املى نفسك بالامل وبحسن الظن بالله، العب رياضه، وفي الاخر انشر روح الامل في كل اللي حواليك. دكتور احمد انا مبسوط جدا ان عملنا انا وانت اللقاء الجميل دوت بالطريقه الدويتو الحلو دوت. كلمة أخيرة تقولها للناس دكتور قبل ما نمشي. إن شاء الله مش هتبقى آخر مرة دكتورنا العظيم. كلمة أخيرة أحب أقولها للناس، يا جماعة حرصوا ولا يعني اطمنوا ولا تستهتروا، يعني في شعرة كده بالنص، نطمن وقلبنا نطمن، مش معنى ذلك اللي إحنا ما ناخدش وقايتنا، في فرق شعراء بسيطة جدا بين الاطمئنان والاستهتار، اطمن ولا تستهتر. يعني إيه يا دكتور الكلام المعقد اللي أنت بتقوله ده؟ يعني اللي احنا يعني احنا اولا اذا جالنا المرض نتقبل، ما نخافش قوي زياده عن اللزوم، يعني برضه في نفس الوقت ما اطمنش ان انا استهتر اروح، يعني ما اخدش وقايتي، رايح اماكن ما اخدش وقايتي، البس كمامتي زي ما الحكومه المصريه اقرت، ناخد بالنا من كل حاجه. وفي الاول والاخر هو مرض وبيد الله شفاؤه، وباذن الله انا عندي حسن ظن بالله اللي هي غمه وهتنزح في اقرب وقت باذنك يا رب. ربنا يحفظكم يا جماعه، عملنا اللقاء دون حبا ليكم وخوفا عليكم، وعلشان نرفع روحكم المعنوية ونقوي نفسيتكم. أنا بتشكرك ليك جدا يا دكتور أحمد أن أنت شاركتني في اللقاء الحلو دوت، متشكرين أن أنت بتقدم دوت كده حبا للناس بأقصى ما عندك. ربنا يكرمكم يا جماعة، شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.